افتكر الله شيء. تعال 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 تعال، اترك هذه الدنيا ايها العبد وراء ظهرك ايها العبد، كل باك فسيبكى وكل مذكور فسينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. يا ابن آدم كن من تكون، فاليوم تمشي وغدا مدفون. يا ابن آدم لا تكابر، فالدنيا آخرها مقابر. وتواضع لله وكن عبدا ودودا قبل أن تصبح عظاما ودودا. يا ابن آدم أذكرك ونفسي أولا، القبر هذا يناديك ويقول لك أنا بيت الدود، أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة. انظر يا ابن آدم ماذا قال النبي محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت شيئا قط إلا والقبر أفظع منه. أيها الظالم انتبه، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من تأكلون أموال الناس بالباطل، ها هو القبر. يا من تختبون وتتكلمون في أعراض الناس، ها هو القبر. والله ستبيت في القبر وحدك، وسيباشر التراب خدك وعظمك. يا ابن آدم كن من تكون، فاليوم تمشي وغدا مدفون. يا ابن آدم القبر يناديك بلهفة. يا ابن آدم مات النبي محمد، أأنت خير أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل في حقه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقالها الله عز وجل لك: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يحفرون قبرا، فأسرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وركس على ركبتي ثم بكى وقال: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. أيها العاقل يا ابن آدم طأ الأرض بقدمك، فإنها عن قليل قبرك. يا ابن آدم إنك أيام وليالي، كل من قضى منك يوما انقضى منك بعضك. أنت وقت، إياك أن تنسى هذا أيها العبد. أنت وقت، كل يوم يقربك إلى هذا المكان وأنت لا تدري. والله ستترك الزوجة والأولاد والمال والمكان والكرسي والشهرة وستأتي وحيدا فريدا للمالك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يقبر العبد فينزل عليه ملكان أسودان أزرقان، أيا كان مؤمنا كافرا بارا عاصيا طائعا، ينزل عليه ملكان أسودان أزرقان فينتهران العبد والأمة ويسألان العبد والأمة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فلذلك قرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال النبي محمد: ذلك المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في قبره. ماذا قال النبي محمد؟ قال النبي محمد: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع من عذاب القبر. ماذا قال النبي محمد؟ قال النبي محمد: لو أن أحد ينجو من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. يا من لا تصلي، الموت يأتي بغتة وها هو القبر. قال لك النبي محمد: إن القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. هذه رسالة وموعظة لي أولا ثم لك أيها العبد. أما شؤم المعصية نختم بهذا. قال أصحاب النبي محمد: إن للطاعة لنور في الوجه، وإن للمعصية لسواد في الوجه. إن للطاعة لقوة في البدن، وإن للمعصية لهوان في البدن. إن للطاعة لسعة في الرزق، وإن للمعصية لضيق في الرزق. إن للطاعة لنور في القبر، وإن للمعصية لظلمة في القبر. ماذا تنتظر أيها العبد؟ الله يناديك ويقول لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن تقربت إليه شبرا
تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإن آتيته تمشي أتاك الملك هرولة. الله رحيم مهما فعلت لا تيأس، إن زنيت إن قتلت إن سرقت فاعلم إن تبت تاب الله عليك. قصدت أن أذكر نفسي وإياكم بهذا المشهد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسون بصالح الدعاء بظهر الغيب، غفر الله لي ولكم ولجميع موتى المسلمين.